كيف نبحث عن الترسيات هناك اربع طرق الطريقه الاولى من خلال الشريط المتحرك ونختار شريط ترسيه سنختار هذا العطاء من خلال الضغط على خانه الترسيات وسيظهر جميع الشركات حازت على الترسيه مع المبلغ الطريقه الثانيه من خلال البحث المتقدم بامكانك البحث بسهوله اسم المشروع جهة الناشرة وابحث عن الترسيات سيظهر لك جميع العطاءات من الأحدث للأقدم وبإمكانك تحديد النوع المجال وسيظهر الترسيات من المجال المختار بكل سهولة الطريقة الثالثة اختيار نوع عطاء معين مثلا مزايدة ثم تحديد من هنا ترسيات وسيظهر لك جميع النتائج المطلوبة الطريقه الرابعه اختيار نوع المجال المعين مثلا مجال الدراسات والاستشارات ثم تحديد من هنا ترسيات وسيظهر لك جميع النتائج المطلوبه اذا كان لديك اي استفسارات اخرى او تحتاج الى مساعده اضافيه فلا تتردد في الاتصال بنا على الرقم سنكون سعداء بتقديم المساعده في اي وقت